فيكم، السلام عليكم، نبدأ معكم برحلة جديدة بتنسيق هدية جميلة ورقيقة. أنا مع أباتشي راح أثبتها بطريقة مثالية وراح أنسق معها بوكي ورد جميل. راح أحط بعض من العواد الخشبية لتثبيت الحلاوة الأباتشي. دور استعمالها للغرق، استعملها لصق فطور، لأن الغرق يسبب حرارة ممكن الحالة اللي جوا تسيح. تلاحظوا الآن قمت بوزنية هلا يتم تنسيق الورد. الآن وفرت الألوان اللي أبغاها، اللون هذا الفاتح راح أسويه بهذا الشكل مع جبس فيليا طبعا. انتظروا بس وشوفوا الإبداع هذا والجمال الفني الذي لا يعني.